حق التخرج قلنا الدبلومة الأولى أو السنة الأولى في الدراسات الشرعية وذلك مساء يوم الجمعة القادم 25 فبراير على الساعة 6:30 ونصف سيتم شرح حق توزيع الشهادات على الطالب المتخرج السنة الأولى ليحضره تقديم وليمة العشاء ثم التذكرة 20 دولار بالنسبة للأطفال 10 دولار أطفال أحد من خلال 16 سنة 10 دولار إن شاء الله نعتمد على حضور مكثف بداء النجاح هذه المناسبة ألف مبادئ إن شاء الله جزاكم الله خير ثم يعني فقط استقرارا يعني لا يعرف أكاديمية الشراء في حد من الدروس دبلومات في علاقة الدروس ماجستير دكتوراه وفي فترة الدروس